تحية وهذا فيديو جديد. نلتقي مع سيادتك. اسمك ايه يا فندم؟ ابراهيم حسن. الحاج ابراهيم حسن. وسيادتك؟ سيد جير. الاسم؟ حمد احمد. اهلا وسهلا. بالنسبة لسيادتك انت بتتكلم كلام مهم قوي. بالنسبة كان الكوبري اللي هو بعدها عملوه ممشى الخالدين ويعني هو كان كوبري. كان كوبري اما عملوا كوبري من تحت والمشاية فهم عملوه ممشى الخالدين بقى عليه تمثال ام كلثوم والشعراوي وعملوه يعني حاجة جميلة كده. الوقت كمان اتشال هو وحديقة الهابي لاند. طب انت ذكرياتك انت مشيت عليه وهو كوبري؟ مشينا عليه. هو بقى بعدها ستك يعني قالوا ان هيئة الطرق قالوا ما عادش يستحمل يبقى كوبري عملوه ممشى. ما انا فاهم. متعة كده لابناء المنصورة. وعملوا فيها حتة خضرة كده. جميل. انا شفته مصوره ومنزله فيديوهات لان انا يعني من سنتين تلاتة وهو انا مصوره. ميكي شكل حديد. لا بلندي ميكي شكل حديد. تمام. ايوة يا فندم. لا بس انا بتكلم على حاجة. كان ممشى الخالدين الوقت هم دخلوه في تطوير حديقة الهابي لاند. خلاص بقى. بس انت حكيت لي ان كان في فندق ايه والحاجات والحدائق والجمال اللي بتاع زمان ده. لا تم طبيعي. لا كان كازينوين. على البحر. الشجرة وتنتف. انت فاكر لما كنا احنا اطفال وكان في حدائق مجلس المدينة. المشاتل. طيب. كان في مشاتل برضو قدام. هي الحاجات دي بقى مع الزمن كل ما يفتحوا طريق بيزيلوا بقى. لا بس انا يعني مع التاريخ انت تقول كان ممشى الخالدين ده كان كوبري. ما كان كوبري قال العربيات. وبعدين بقى ممشى للخالدين. الوقت اتزال هو وكله والحديقة الهابي لاند عشان دخلوا في مشروع التطوير. يبقى انا نوثق معالم المنصوره وهذه العمارات. انت قلت لي العمارات الاربعه دول تبع اسمه الجمل. يعني الجمل. عائلات الجمل. عائلات الجمل. بسم الله ما شاء الله. المنصوره اللي بيصل تاريخها 803 عام. نتحدث اليوم 22/7/2022 يكون قد مر على انشاء مدينه المنصوره 803 عام. ما هو انت بتتكلم على ايه؟ انت قلت لي ان هنا كان البحر الصغير وكان مكان ديوان عام المحافظه ده كان بحر. وانت قلت لي برضو ان مقر المحافظه كان جنب مبنى الكهرباء اللي هو الوقت البنك التنميه. بنك التنميه طبعا. ده مسجد النصر من روائع المساجد في مصر. لما جينا نعمله اساسه بنا الحفله لا يقع لان ردمين في بعض. بقى طلع جامد يعني مكان جامع النصر ده كان البحر. كان البحر. كان كوبري. ايوه قاعد في شارع المدرسه. ايوه يا فندم.